مش بس كلام. مش لفقرة يوميات مواطنين بمصيف، يعني أنا بنعلق توا شنو عليه سلوكيات بعض المواطنين في إلقاء الفضلات من شبابيك السيارات وعليه الطريق، ويلوحوا في الفضلات وينضيف في حوشك شنو أخبارك في الشارع. هذا بنهدرزوا فيه الموضوع، هو نبي نفهم أنا شنو تركيبة الناس هذه اللي تلوح من السيارة على طول يدها وعادي ما يهمش. يعني مقايل فيه أكثر مرة، تكلمت عليه في رمضان، تكلمت عليه قبل رمضان، ومزيد نتكلم عليه حتى اليوم. الناس تلوح في الشارع، كيف الراي؟ أنا نبي يتصل بي بنت ولا ولد يقول لي مالك أنا نلوح في الشارع، شو مشكلتك؟ باش نهدرز أنا وياه. واضح مش بس كلامه.